أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، تراجعت توقعات المستهلكين الأمريكيين لمعدلات التضخم على المدى القريب للشهر الثاني على التوالي في يونيو، حيث يتوقعون الآن ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3% خلال 2025، وهذا انخفاضا من توقعاتهم السابقة عند 3.2%. حذر بنك مورغان ستانلي من تراجع كبير في سوق الأسهم مع استمرار حالة عدم اليقين حول الحملة الرئاسية الأمريكية وأرباح الشركات والسياسة النقدية للفيدرالي. أظهرت بيانات البلوك تشين قيام الحكومة الألمانية ببيع 22 ألف عملة بيتكوين منذ منتصف الشهر الماضي بعد بيعها 12 ألف عملة يوم أمس. بدأت أرامكو بإصدار سندات دولية بموجب برنامجها لإصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي، وستكون السندات ذات أولوية وغير مضمونة بأصول، وقد عينت أرامكو بنوكاً لترتيب الإصدار. وقعت شركة سهل للتمويل اتفاقية تجديد التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني، وذلك بقيمة تتجاوز ملياري ريال. قامت مجموعة أغذية الإماراتية بافتتاح مصنعها الجديد لمنتجات البروتين والأغذية المجمدة في مدينة جدة الصناعية الأولى في السعودية باستثمارات تبلغ 90 مليون درهم. ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أكسترا بواقع 73% لتصل إلى 106 ملايين ريال، لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين والبالغة 120 مليون ريال.